تفضل. السلام عليكم عمي مدحت. وعليكم السلام يا بطل، خير إن شاء الله. ما بعرف إذا خير، أنت قرر بنفسك. أنا فيدات صاير بيوم 25 آب من سنة 2012. أنا وقتها قتلت أخو زوجتي وحارسي الشخصي سالم زورلو. هو تجرأ وحاول يهرب مرتي وابني مني. شلون جبت الفيديو من مصطفى؟ هلأ شلون جبته مانو مهم. فيدات لازم يفوت على الحبس بسبب هالفيديو ما يطلع منه. شوف، انت بتعرف انك عم تلعب بالنار ما؟ بعرف عمي بعرف، بس فيدات اللي جبرني. ولك هالاعتراف هو ضمانتك الوحيدة، أخوك شو رح يحكي؟ ضمانتي الوحيدة رب العالمين، وإذا الله كاتب لي عيش ما في حدا بالدنيا بيقدر يأذيني. بهاي الفلاشة موجود الفيديو. قوم بواجبك، فيدات بيدخل الحبس طول عمره بهذا الفيديو. وبعدين ما عم يرد؟ مين بيعرف المجنون وين وشو عم يساوي؟ أكيد بيكون عند البحر أخي. نفس هي وطاهر أكيد بيكونوا متضايقين كتير على إيد. شوفي كمان. ليك مو ناقصك، لو فقت على السحور كنت عرفت شوفي. لهيك خليك سارح وعم تفكر ببنت عدونا الغبية. لك مصطفى شو؟ ما تبلش بهالمعتر سيلفي. نحن فقنا على السحور وما لقينا طاهر هون. بيكون على البحر. لسه بيقولوا لي على البحر، ليش ما بيردوا بيقول على البحر؟ مو احسن ما ينشغل بالنا؟ ايه مصطفى معه حق باللي قالوا يا جماعة، حتى مرته نفس بحاجته هلا. ما بعرف هالمجنون ليش ما نواقف جنبه. هلا بس يجي شوفوا شو رح ساوي. عسية سكري عسيرة. صباح الخير اختي آسية، فينا نساوي اليوم برك؟ قالت برك مو؟ ايه مبلا برك هيك قالت. قلتي برك مزبوط مو حياتي؟ ايه برك، برك بالجبنة، ليش ما بتحبوها؟ استغفر الله. هل بنجنت على الآخر؟ حبيبتي انتي قعدي لشوف. يلا فاتح قوم افتح الشبابيك خليها تشم هوا. ليش عم تقعدوني؟ معقول نسيتي شو صار؟ شو صار؟ ما انك متذكرة؟ عطوا ابنك لفيدات بالمحكمة. شو نسيتي يا بنت؟ لكم مخك انضرب وطقوا فيه زاتك. ما انضرب سنية خانو، ما بسمح لمخي بأنه ينضرب هاي الفترة، ورح كون قوية كرماله لابني. اللي صار مبارح لازم يتصلح بأي شكل، لو بدي موت رح يتصلح، وبتشوفي ما في أعند مني. ولي عن جد بحسدك على هالقلب القوي. ها؟ طبعاً صارت منا. الله يقويك يا رب. ولا كأنه صاير مع شي. حماتي خير؟ خلصنا، ابنه غصب عنا وقدامنا أخدوه بعد ما حاربت كل الدنيا كرماله، وهلأ إذا قعدت تبكي وتنوح قدامنا بتكون مرة ضعيفة وقتها، ونفس مو هيك بنوب. بدك تخافي منا سنية خانم. أسماء اليوم رح تجي تفطر عنا مشان نحكي بالموضوع، وهي بتحب البركة بجبنة، فينا نساوي ما هيك؟ ايه طبعاً يا روحي منساوي برك بأمرك. تعالي أنا وياكي نجهز العجينة. يلا اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.